أكلوا ابن دواي وانت أكلوا أبو ظبي لما اتبتح وشغال وشيخ نجار ماشي بنفسه ماشي بنفسه أسأل أنه هذا الشيخ انقطع ولا شو وين رمضان كذاب قواري عارف أمره مني العرب دول بنات عندهم بنات اسمه احتياري دولوا كذا عارف بمركب من الشبكة بتاعت الجماعة دول أكمل انت عارف لقيت قبل ايام مطلعين صورة قال تعيين خليفة جديد للنبي ودي انا الظهرات كده يا زلمة شفت السيارة انا شفته الشكل والممسح وإعلاد كيف ما عارف ونظارات قال ده خليفة النبي ده خليفة درس قدم دين انت كان شفته بعينك فانت بتقول ده سنين شهر عنيله كده طب قاعدين يا ناس زمان شغل الصوفية ده على اسماء بتاعتهم ذاتها كانت اسماء حتى انت لو في العقيدة الضالة بتاعت الشرك دي بتطمنك شوية كده يقول لك اب جنزير بتحس بانه ده بطمنك حبك وانت في العقيدة الخربانة دي اكدت يقول لك ابعثات انسف استظهرين الشيخ نادر يا زول نادر نادر بتاع شلون ما حبيت يا عقائد خربانة ومعاه فسق يمكن ومعاه مراحة ذاتها ما تشبه الرجولة على اي حي ما بينفعوا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ما يملك اي شيء عشان كده شوف عتبت المسلم اتوكل على الحي الحي الخلق خلقك ربنا تبارك وتعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا عشان كده شوف البداوة عن زول ده اما زول جاهل مسكين سالي النوعية بيقول غشوم الكسرة يضرب الكسرة كده مع الصوفية ضربت اقول لك يا سلام طريقة سمحة خلاص طريقة سمحة ولا الكسرة حارة طب تلعب خلاص ولا شوف يا زول افهم افهم دينك الزول ده البرعي قال انا يا رجال الغيب انتم قال له رسولنا قال وما زال مسبولا على الناس ستركم انتم بس ساترين منا قال على الحق نظيم وانتم حمايتي انا يجي نبور وانتم قاعدين معقول كذاب والله الدور جاي انت قاعد والبرعي قاعد وكل الدور وفي دور اكثر من القاعدة السادة لكن الدور ما غير حتى قاعد الزول الحارس بتاع الزريبة بتاعت البرع بتاعت اسماعيل الولي قبل سنوات الزول ده بابا حجم بالقبة ده ما نحن نحن الضبيح ده ما عندنا ده شغل بتاع داعش وغيره تكفيرين واخوان مسلمين ده شغل نحن الضبيح يعني الضبيح كان عندنا انه ده كان بتاع سفلات بيه في المحل ده ما عندنا ده نحن نكلم الميكروفون ده في امتى ده نظامنا معاك بنكلمك بنقول لك ده حق وده باطل ما بنذبح لنا زول ولا بنذبح لنا زول عندنا معاهم شغل انت ده شغل الحكومه السور الطليح وكده ده النظام بتاع الحكومه سواء شايفين السعوديه شغاله كيف؟ بس نظيف اي واحد يتبنى فكر خريب يكفر يطلع من المله يقول ضده يقول لك راسه ولا عندهم معاهم شغله تقول لهم انا كده وانا ما قاصد قاصد بتاع شنو؟ تقول كفر يقطعوا راسك كان اقول لك حاجه اكثر جاي ده والله يا حي كلام السعوديه جرب جرب دي حجباتنا افرش في جده علينا جاي حجاب العارف علشان يجيك عارف يوريك العارف بس انت كلامي مستعجلين سيارك النار يغشوا المساكين بتاعنا احنا دين وهذا يقول له حجابه قال ابو القنفذ ده في الجريده يا منه ابو القنفذ قال بفك العارف يا اساس ابو القنفذ بفك قال لي انت البوره بتاعت البنات لا ابو القنفذ ده كان بيعرسني من صدق احنا يعني كان قال انا جاي اعرس يا ناس ادق الباب واخد الفلانه دي معلش لا يفك كاف في مايره تقول له الا الله يرزقك بقى عريس انت بين حساباتك بنعرف احنا على اي حال لا برع بحميد لا صايم ديما بحميد ولا بحمر رقبته دي الزول بتاعه ده كان جنب القبه ودوروا البلاغ الصوفة دوروا البلاغ ضد مجهول مجهول كيف اتوقع الله من غيوب كان بلاغ ضد مجهول ما كان ضمان يقول ارواح العمل العملية احنا ومش تقول تعرف له تقبضوا قبل ما اعمله ما تخلوا بعد ما يا اخي حوار عمره
80 سنة بيخدم في التصوف ده كم عقد من الزمان بيخدم في التصوف يطبحوا يا صوفيا يا أخي فما شايفين شغلكم ولا شو شيخ اللمين بلاش كلام فارغ وصية القحطاني بالله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.